47 عام على النكسة و32 عام على اجتياح بيروت وسبع سنوات على الانقسام. هذه كلها نكسات مر فيها الشعب الفلسطيني إلا بيروت التي شكلت ملحمة صمود أسطوري 88 يوم من الصمود العظيم الصمود الوطني الفلسطيني اللبناني. هذه النكسة وذكرى النكسة تحفزنا للتسلح بسلاح الأمل والإرادة والتصميم على مواصلة المشوار حتى تتحقق أماني الشهداء والأسرى ونقيم دولتنا الفلسطينية المستقلة ونعيد النكهة نكهة الحب للوطن من خلال الدولة العتيدة إن شاء الله ومن خلال التفاعل ما بين الأرض أو ما بين الإنسان والأرض. تعرض شعبنا الفلسطيني منذ 100 عام لنكسات ونكبات ومجازر وانتداب واحتلال إسرائيلي، ولكن هذا الشعب القوي الصامد المؤمن بأنه بأرضه بحقه بدينه ما زال صامد على هاي الأرض، ما زال صامد خلف ثوابته خلف حقه مطالب بها ولن يستكين مهما طال الظلم على هذه الأرض، إلا أنه هذا الشعب قوي صاحب قضية صاحب فكرة صاحب ثورة صاحب حق، هو يطالب بحقه دائما ولن يستكين. ذكرى 47 للنكسة تعني للشعب الفلسطيني الكثير، ولكن تعني أنه سيبقى مطالبا بحقه. وقفة تضامنية مع أصان البواسل المضربين على الطعام في ذكرى النكسة 47، هذه الذكرى الأليمة التي تحلت بالشعب الفلسطيني واحتلال ما تبقى من أرض فلسطين وأجزاء من الدول العربية في عام 67. كانت حرب بشعة واحتلت كامل أراضي فلسطين وسيطر الاحتلال الإسرائيلي على كل فلسطين التاريخية بما فيها القدس العاصمة. حقيقة أنه طالب المجتمع الدولي برحيل هذا الاحتلال وأن يكون لنا دولة فلسطينية وعاصمة القدس قريبا إن شاء الله، والإفراج العاجل عن أسرانا. ونحن هنا نبرك رسالة لشعبنا الفلسطيني بالتضامن مع أسرانا ومجتمعنا العربي والدولي للوقوف إلى جانب قضيتنا العادلة والمشروعة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس الشريف بإذن الله تعالى.